بعد انتهاء موسم حصاد التمور في مندلي بمحافظة ديالى، يعاين المزارعون الخسائر، موسم قد يكون الأسوأ من حيث وفرة الإنتاج، ويعود ذلك إلى قلة الدعم الحكومي ونقص المياه. مندلي التي كانت تعرف بتنوع محاصيلها من التمور لم تعد كذلك، فالعديد من أصناف التمور فقدت من السوق، يقول سكان مندلي ومسؤولون، بينما يوشك المتبقي منها أن يختفي قريباً بسبب موجات النزوح وتناقص أشجار النخيل وتقلص المساحات المزروعة وانتشار الآفات الزراعية. من أجود وأحسن التمور بالعراق موجود بمندلي، أصناف نادرة، فمع الأسف من شحة المياه، قلة المياه، أكثر الأصناف اللي بمندلي انتهى. هواية أصناف، يعني أكثر من 30-35 نوع أصناف من جد موجودة بمندلي حاليا، من أصل 160 نوع بالثمانينات كان موجودة بمندلي. مديرية الزراعة في مندلي أكدت انخفاض إنتاجية مزارع التمور بسبب الاعتماد الكلي على مياه الآبار أو الأمطار لسقي المحاصيل. رغم عدم وجود دعم حكومي واضح بالنسبة لأصحاب البساتين، ويعني افتقارهم إلى التقنيات الحديثة فيما يخص إكثار النخيل وإجراء عمليات النقل الفسائل أو كذلك أو إدامة الفسائل أو إدامة البساتين بصورة عامة، ورغم شحة المياه وعدم وجود مصادر مياه ثابتة، والفلاح معتمد اعتماد كلي على ما يقدر ينتجه من كميات المياه اللي يقدر يحصل عليها عن طريق الآبار، حفر آبار في بساتينهم أو في أيام يعني وجود وفرة مائية وأمطار غزيرة نستفاد من ما متوفر من المياه في وادي حران. وعلى إثر ذلك تناقصت أعداد النخيل في مندلي لأكثر من 40% خلال السنوات الماضية، إذ كانت أعداد النخيل في الناحية تقارب المليون نخلة قبل عام 2003.